هذا المسدس شنو رايك بامبا حاطين بالحسين المسدس ما جابه اليوم حق ابو فاضل منو جاب لك اياه جاب يا ولد انا ما اعرفه وخاب اعرف جاي تضرب مخدرات شارب ايش هذا صحيح ايش ذا المنهج عندهم يستخدمون الفئات اللي عندها ضعف قوي كلش بالمادة ويغريب فد مبالغ مالية حتى يدفعه ويخليه يفوت بحيل صدر بالموضوع يخلي قدامه انه المبلغ المالي اللي قدموا له اياه وتقاضاه بسبب انه ينقل او يبيع فلهالسبب هذا يستخدمون الفئات الضعيفة ماديا واني واحد من عندهم لا توصل لهذا الموضوع نهائيا لان هذا الموضوع راح يفتك اسرتك ويسبب لك فت خلل بوضعك الاجتماعي الاسري وراح تفقد اصدقائك وتفقد قيمتك بالمجتمع وتبتعد عن الناس اللي برا كلها لكن بالاخير انت راح توقع بيد الدوله فاللي اتمناه انه جميع شاب واصل هيك مرحلة أو يفكر يخوض هيك مرحلة يبتعد ويطلع هذه الفكرة من رأسه نهائيا لأن طريق هلاك ما إلى نهاية ومصيره خلف القضبان وبالسجون في حياته.